اهلا ومرحبا بكم اصدقائي في فيديو جديد على قناتكم. اليوم سوف نتكلم على مشروع جديد. المشروع كما ترون اسمه البوليزاب، هو يعني مشروع متميز كما ترون. فالموقع ليس يعني لديه الكثير من الروابط، لكن الروابط الموجودة هي فعالة جدا كما ترون. فعندما تضغط على لانش ديك سوف تعطيك او تحيلك مباشرة الى هذا الرابط، وعندما تضغط على لانش فارم فانك سوف اشرح لكم او احاول ان اشرح لكم بخلاصة او فقط اعنون لكم ماهية هذا المشروع وكيف يعني كيف يعمل. يقولون انه هذا المشروع هو Next Generation Layer 2 DEX، يعني هو مشروع من الجيل الجديد بلاير 2 ديكس، هي يعني تقنية خاصة بتقنية البلوكتشين. ويقولون أنه التداول هنا يتم بتكلفة منخفضة بسرعات فائقة مع رسوم غاز قريبة من الصفر وإمداد ثابت وآليات إحراق فريدة وبرامج إحالة على سلسلة الشبكة أو على تقنية البلوكتشين البوليغون بين قوسين الماتيك. يعني هذا كان يعني خلاصة عن هذا الموقع. بطبيعة الحال يمكنكم تتبع والتواصل مع الفريق عن طريق هذه الروابط للمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. كما ترون هنا بإمكانكم عمل فارمين لهذه العملة إذا أردتم. كل ما عليكم فعله هو كونكت وتعملون الخطوات في أي موقع سبسكريبشن لتصبحون من الفارمرز في هذا الموقع. وأيضا هناك يعني موقع آخر خاص يعني هذه المنصة أصلا، هذا المشروع البوليزاب هو إكسشينج. يمكنكم إكسشينج يعني تحويل العملات والتريد بالعملات هنا كباقي مواقع الإكسشينج كالبانكيك سواب والآخرين. فكل ما عليكم فعله هو يعني أن تعملوا هنا مثلا واحد ماتيك وتختارون العملات الأخرى، هناك البي تي سي، هناك يعني العديد من العملات المعروفة. بإمكانكم كما ترون الإيثيريوم، وتعطيك القيمة التقريبية التي سوف تحصل عليها إن عملت أسواب. يعني هذا مشروع يعني كما نقول بسيط لكنه فعال. وبإمكانكم يعني التعليق وترك لنا ملاحظاتكم بخصوص هذا المشروع. أنتم تعرفون أصدقائي في قناتنا نحن لا نقدم توصيات كريبتو وتوصيات استثمار، نحن فقط نعمل مراجعات لمشاريع جديدة متميزة بطبيعة الحال. ويبقى اختياركم ومسؤوليتكم أن تحددوا ما إذا أردتم الاستثمار في موقع من المواقع التي نطرحها لكم في قناتنا. كما ترون هنا قيمة هذه العملة أظن هي سوف أرى هنا قيمة الماركت كاب هو في ازدياد كما ترون، فهناك مليون أو نعم هناك مليون دولار في الماركت كاب، وهناك بي زد ابي برايس، يعني نعم هذه العمله بي زد اي بي تعمل 6.16 دولار، والتوتال سبلاي هي فقط 220.683، يعني التوتال سبلاي التي وصلوا لها لحد الآن. والماكسيموم سبلاي هي شبيهة بالبيتكوين كما ترون، فهي 21 مليون عملة. كان هذا أصدقائي كل شيء بخصوص هذا المشروع. لا أعلم إذا تركت نقطة ما لم أتحدث عنها، يمكنكم طرح ذلك في صندوق التعليقات بطبيعة الحال. وسوف أترك لكم كما قلت لكم الروابط في صندوق الوصف، وأراكم في الفيديو القادم أصدقائي. شكرا لكم.